تكونون قد تبينتم من خلال الصور المتعاقبة مضمون تحقيق اليوم وعنوانه رجال مسار الزمان المتجدر في التاريخ والمكان المحصن أمنياً. رجال شرطة على أعتاب تتمة عامها 59 في 22 جويلية، عمر مفترض يعادل استقلال الجزائر وإن كان يتجاوز في واقع الدراسات سنة 62 بكثير، فهو موغل في التاريخ ضارب في القدم من العهد الرستمي إلى المرابطي إلى الفاطمي الرستمي الزياني وصولا إلى العهد العثماني وبصمات الأمير عبد القادر الذي أرسى دعائم شرطة خاصة. الحقبة الاستعمارية تؤرخ لبوادر وملامح شرطة مواجهة لنظام بوليسي قمعي، مهيكل بشكل يخدم أغراضه الاستعمارية، مصلحة حماية الإقليم، الاستعلامات العامة، تحقيق الشخصية، مصلحة الحدود والوحدات الجمهورية للأمن التي كانت ملحقة بحاكم الجزائر وملاحقة بنظام أمني محكم يعمل ليل نهار أرسته القيادة ضمن الهياكل السياسية والتنظيمية للثورة، وعضدته الحكومة المؤقتة سنة 58 بهيكلة مصلحة المخابرات السرية، الاتصالات العامة والأخبار والجوسسة لتحصين الثورة داخليا وخارجيا. ولم يكن اندساس بعض الجزائريين ممن أطلق عليهم أتيو أجون تومبوغير دو لوردر ضمن الشرطة الفرنسية سوى لخدمة القضية الوطنية لإحباط خطط العدو وكشف الخونة. في الأفق شرعت قيادة الثورة في الاستشراف لهذه المرحلة من خلال تكوين 4 دفعات من الضباط بكلية الشرطة بمصر سنة 58 لتتم هيكلة ودمج الهيئة الوطنية للأمن مع مديرية الأمن العمومي إدانا بميلاد المديرية العامة للأمن الوطني في 22 جويلية 62، حيث اتخذت من الطابق السفلي لقصر الحكومة مقرا لها وباب الواد مستقرها النهائي منذ سنة 65. هذا مختزل مسيرة شرطية حربية منبثقة ومتلاحمة مع جيش التحرير الوطني تؤرخ لنضالات شهداء ومجاهدين كانوا نواة الصلبة لتأسيس نظام شرطي أمني في جزائر الاستقلال، وشكلوا سنداً ومطبباً لشعب مكلوم بجراح القتل التنكيل والتشريد. إذن نهار اللي وصلنا كنت على بري بوسيسيون دو بوست صبنا شعب يعني حبينا نعطوا له وجه واحد اخر، صبنا شعب يعني رحب بينا احترام، فهمتني؟ سي كلير اكتسب سا بروبر بوليس تاعو، سي با كوم سا كون كومونسي اكتيفي، اي بوندون براتيكمون 3 ans Nous n'avons fait que du social. الشعب كل اللي يضر راسه يجي للكوميسار. بتشكيل أمنية من المجاهدين وتوظيف مكثف للشباب بعد تدريب وتأهيل ماراطوني، أخذ الرعيل الأول من مؤسسي الشرطة الجزائرية بقيادة المرحوم محمد مجاد أول مدير عام أعقبه في تلك الفترة الممتدة من 62 إلى 65 4 مديرين عامين على عاتقهم مسؤولية تأمين الأشخاص والممتلكات
رغم قلة الإمكانيات المادية التقنية البشرية، نقص المرافق والهياكل والزي الرسمي الذي كان مزيجا بين زي الشرطة الفرنسية وزي جيش التحرير الوطني، قبل أن يعرف تطورات عديدة في تصميمه وفي أبعاده الرمزية استقرارا عند البدلة الرسمية الحالية. لغاية السبعينات يمكن نتكلم على مرحلة التأسيس. مرحلة التأسيس حيث أصبحت الشرطة الجزائرية كمؤسسة أمنية منظمة ذات هياكل وبإطارات ومحتوى جزائري، بمعنى جزأرت المؤسسة. التي ألجيريانيزي كل الدفعة كان يعني الإطارات اللي كانوا يدرسوا كل شيء كلهم جزائريين. C'était des commissaires de police et des officiers de police. واستجابة لاستعجالية وأولوية التغطية الأمنية الشاملة، تم إنشاء مدرسة الشرطة بحسين داي، تلتها أخرى بتلمسان، عنابة، سيدي بالعباس والعاصمة، ليبلغ تعداد رجال الشرطة وقت ذاك 4000 شرطي. اكتملت أنفة وعزة صون أمانة الشهداء بارتداء قبعة تتوسطها شارة شرطية جزائرية ثورية خالصة تختزل رموز النجم والهلال وسنابل الخير والعطاء. قدرت تقضي وقتاش التحق بجيش التحرير الوطني؟ 60. شحال كان في عمرك؟ 18 سنة، 48. الله يبارك. كنت واش الرتبة اللي كانت عندك؟ كملت افيك لو غراد دو سوليتنا. جيش التحرير. جيتي سكرتير دون زون، لا زون 4 ولاية 4. كان في عمري 20 سنة ونصف. والتحقت بالمدرسة الوطنية للإطارات السامية الأمن الوطني بتلمسان في عام 65. لو 1 نوفمبر جيتي في ليكول دو بوليس. 1962 وانت عمرك؟ نقول لك 20 سنة. بزاف من دي بوليسي كونت تي كونداني ا دي لور دو بريزون. خرجوا غير في لا فافور دو سيسي الفو. وهذوك هما وزادوا ضموا لهم جماعه كاع مناضلين تاع جيش جبهه التحرير، هما اللي سيروا الشرطه حتى بدينا نتخرجوا حنا وبدينا نعوضوا فيهم. لما لحقنا تقريبا 65 وتخرجت المدارس واللي دفعات جاي من الجماعه كبار يقولوا هكذا بداو يلحقوا، كان لينا اون افي بي لا بوسيبيليتي دو فير ان شوا. موا جافي شوازي لا بوليس جوديسيير. تحديات المرحلة الثانية الممتدة من 65 إلى 77 استلزمت إجراء تغييرات هرمية على مستوى المؤسسة الشرطية التي تعاقب على إدارتها وتسييرها جيل الثورة والاستقلال من أمثال بشير الحرش، المجاهد عبد المجيد بوزبيد، محمد طلبة، محمد واضح وغيرهم، لاستكمال رهان البناء الإداري، تسوية ملفات الموظفين وشد أزر الشرطي بشقيقته حواء في أول دفعة لمفتشات الشرطة في نوفمبر 73، ليبلغ التعداد النسبي حالياً 11% من مجموع منتسبي الأمن الوطني. التحق بالأمن الوطني في 1973، وكانت أول دفعة تاع مفتشيات الشرطة. كنا في العدد ما كناش يعني كنا قليل، واحد بالاكثر 15. كنت ثاني كنت في لا سيركولاسيون هذاك الوقت، كنت في لا سيركولاسيون. نعطي لهم بون شوف دابور الهيئه تاعهم ولا راهم زعما اون توني يعني كوريكت اكسيتيرا، ونشوف كيفاش يخدموا ونوقف معاهم ونعطي لهم نصائح.
لم تكن متقاعدة الشرطة عميد أول نعيمة مازوني ومديرة مستشفى الأمن الوطني مراقب الشرطة سلمى ماضي سوى نموذجي التحدي الذي كسر طابوهات مجتمعية تقرن العمل الشرطي بالرجل لتكتسح المرأة الشرطية تباعا وبأعداد هائلة مختلف المجالات الإدارية والعملياتية دون أن تثنيها التزاماتها العائلية عن ركوب الصعب. خرجت في صفوف الأمن الوطني في 15 سبتمبر 1985 كضابطة شرطة مدرسة العليا للشرطة شاتونيف. أنا دوك راني نشوف المرأة الشرطية راهي احتلت، راني قلت كاع الميادين وبفضل الشهادات. وها هي دي عون الشرطة محبوبة تكسر المستحيل ضمن فرقة المساسيك بردع المخالفين الذين يركنون سياراتهم في أماكن التوقف غير المسموح بها. انطلقت بعد عمل ميداني كذلك في الأمن الحضري وتحقق مؤخرا بمصلحة الأمن العمومي وتحديدا بفرقة المساسيك عن حب. أما عن مهامي فأزاولها بطريقة عادية ككل الأعمال الأخرى العملياتية، وذلك بمساعدة طبعا زميلي الرجل الذي يعتبر سند لي. وبين شرطية المساسيك بالعاصمة وشريف شرطية المرور بورقلة تختلف ظروف الممارسة وتتوافق الجوارح في الإخلاص للمهنة. رغم قساوة المناخ وارتفاع درجة الحرارة إلا أننا نزاول مهنتنا بنفس الوتيرة من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطن. وعلى خطى المزاوجة بين مشاريع تطوير جهاز الشرطة عدديا ونوعيا امتدت المرحلة الثالثة من خلال الالتفات إلى أهمية تقنين ظروف العمل الشرطي، فكانت مرحلة إصدار المراسيم المحسنة لظروف عمل سلك الموظفين بحق، حيث تم إصدار 13 مرسوماً سنة 1983 والقانون الأساسي للشرطة الذي عمر إلى غاية سنة 2010 مع خصوصية تسليم واستلام المهام بين الخلف والسلف بين الخبرة والمشعل. هؤلاء الرجال المنحدرين من جيش تحرير الوطني عملوا على إيجاد الظروف تعتبر تلك المرحلة هي مرحلة التأسيس والتحضير لكل ما يأتي فيما بعد. يبي جونكسيون ريال من ناحية مادام أنتر مادام الأجيال ونفس الوقت ارتفاع جيد في ناحية من ناحية المردودية من ناحية الثقافية والتنفيذ في الميدان أيضا. هؤلاء مجموعة من متقاعدي الشرطة ممن جمعتهم قيادة خريجية التسعينات عرفانا بما قدمه كل واحد منهم من موقع مسؤوليته ورتبته لجهاز الشرطة وواجبا وطنيا لا يساوم يقولونهم. المجاهد محمد زميرلي الذي التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في سنة 18، متقاعد الشرطة برتب عمداء أوائل عمر عبد الصمد الذي نطق بكل ما فيه الشرطة هي البيت الذي يحتضننا ولو أحلنا على التقاعد، محمد الصالح بويموت مرادف المستوى العلمي واللغوي، ونعيمة مازوني الموشحة بشرف الانتماء إلى أول دفعة للمرأة الشرطية. فرقتهم ظروف التقاعد وجمعهم الارتباط الأخلاقي بين قيادة وقاعدة تمقت الجهود والنكران وترفع صوت التقدير والعرفان الذي كان له طيب الأثر على نفوسهم ومحياهم، وهم يسترجعون ذكريات مهنة أحبوها وأخلصوا في خدمتها. parce que quand on est policier on est policier un jour on est policier tout le temps. احنا دخلنا من أجل حماية المواطن، المواطن البسيط، المواطن الضعيف، المواطن اللي راه محقور، احنا كنا ندافع عليه يعني دائما. والشي اللي نشوف درك المساعده اللي راه كنا نمدوها للشعب الجزائري وكل شيء هذاك من حقه، سي ان دروا. الذاكره عباره على كل حال على شجرة اللي لازم تنمو ولازم الانسان لونتروتيان بور كيل سيبانويز باه تنفتح في احسن ظروف، لازم نغديوها. وشكون هو من المفروض بالنسبه للتاريخ اللي يقدر يغديها؟ الاجيال اللي مضات واللي ضحت واللي طالعه. الخديري بوزبيد هؤلاء كانوا يحضرون الى 2020. بطبيعه الحال لما نقول جيل الثمانينات
هو الذي قاد مرحلة من الزمن وهي ربما حتى المرحلة التي نحن فيها، متمثل في قراب وهدبة والذي أصبح مدير عام فيما بعد، وكذلك خليفة أنوسي وهو من خريجي الثمانينات والذي أصبح مدير الأمن الوطني في مرحلة سالفة، وها نحن اليوم نصل إلى السيد المدير العام للأمن الوطني سي فريد بن شيخ. تفرعات نوعية ومتخصصة تعد الشرطة الجزائرية اليوم عديد المصالح والمديريات: شرطة الحدود، الشرطة العلمية، الشرطة القضائية، الأمن العمومي، الحماية والأمن، التكوين، البحث والتدخل وغيرها، وما لنا بعدها وإحصائها جميعها وتغطية أمنية تعادل 87% سنة 2020 بأزيد من 225 ألف موظف شرطة. شرطة استثمرت في عصرنة وتحديث وسائل الاستغلال والبحث والتحري ببصمات احترافية بوأتها مكانة ريادية ضمن المنظومة الشرطية العربية الإفريقية والدولية، ساعية دوما لمجاراة ركب التكنولوجيات الحديثة، مرتكزة على ما تكتنزه في صفوفها من صفوة علمية مقتدرة. فهذا مخبر علمي تعزز بجيل جديد من التكنولوجيات في مجال التحليل الوراثي والأدلة الجنائية، وتلك وحدة جوية تفتقد مثيلتها في بعض الدول مجهزة بكاميرات مراقبة لتدعيم المصالح النشطة، وهذا قارئ آلي للوحات الترقيم لابي لكتور أوتوماتيك دي بلاك دي ماتريكولاسيون، طفرة تكنولوجية أخرى في سجل عصرنة وتحديد جهاز الشرطة، تفعيلاً للعمل الأمني الميداني في مكافحة سرقة السيارات التي ستكون تحت طائلة عيون الكاميرا الشرطية التي تم تعميمها وطنياً وتترصد السيارات المبحوث عنها من خلال ما تقدمه تقنية الأفيار من معلومات فورية وفي وقت قياسي حول سيارة معينة إذا ما كان مبحوث عنها بعد الاتصال بقاعة العمليات. هذا الأخير يتكون من كاميرات مثبتة على سطح المركبة متصلة بحاسوب، وذلك من أجل القراءة الآنية والآلية للوحات الترقيم ومقارنتها بقاعة البيانات الموجودة بالحاسوب. دوك انا فكره، انا بالنسبه ليا سي نيسيسار سورتو وقت انا فيه دوكا مع سرقه بزاف تاع الطوموبيلات، دونك انا مون افي سي نيسيسار، لازم مليحه ميم تسهيل الاجراءات بالنسبه لرجال الامن وتنقص شويه السرقه. دورياً ومنذ سنوات طوال كانت كاميرا تلفزيون الجزائري العين الثالثة الناقلة والموثقة لمجهودات شرطية أمنية في مختلف المواقع في رحيلهم وترحالهم في الشمال كما في أقصى الجنوب، في الشرق كما في الغرب، وفي مختلف الظروف في الحر تحت درجة حرارة تفوق 50 تحت الظل كما في القر، في عز نشوة الجزائريين في حراكهم وحركيتهم كانوا دائما وابدا الدرع الواقي والحصن الحصين. نسعى دائما الى الاحترافيه، ولما نقول الاحترافيه فهو التمسك بانفاذ قوانين الجمهوريه، من خلاله نحافظ على الانسجام وعلى النظام العام وعلى الطمانه للمواطن. لالجيري نوفيل على كيل اوجور دي نو زاسبيرون توس كي نو في ريفي سي دو افوار لو جور سو سرا السباقين هما الشرطه. استي
استثمار جسدي نفسي والتزام مهني يجعلهم يصبرون ويصابرون على البعد عن الأهل حسب مقتضيات الظروف ومغلبة النفس مهما تعاظمت الصعاب واستحكمت الأزمات. ولو كانوا من الموت وخطر الإصابة بفيروس كورونا قريبين على خطى باقي المرابطين من أسلاك أمنية وطبية. 112 شرطياً من مختلف الرتب من بينهم مديرين مركزيين فتك بهم الفيروس اللعين على غرار جزائريين كثر شملهم الله برحمته ومغفرته دون أن يولوا أدبارهم عن أداء مهامهم وفق مقاربة إنسانية جوارية. نقول لهم اللي يروح لوبيتال اون ماتير دورجونس الي توشي دون سون الي فيكتيم دون سون دون سا بو الي مالاد. كيجيكم الانسان للكوميساريا ويشوف تشوفوه هكاك سخروا له الامور قدموا ليه مسحوا هذاك الغضب نتاعو وزالي لو غاني دون موين تيرم. هي دي قائمة شهداء الواجب الوطني ممن أدركتهم الموت وهم يذودون عن الوطن والمواطن على غرار باقي الأسلاك الأمنية وفي طليعتها الجيش الوطني الشعبي. ومن سلم من الموت يحيا بتبعات نفسية أو إعاقات ترافقه مع حياة. حوالي 10,000 شرطي من مختلف الرتب قضوا نحبهم منذ سنة 62 في ميدان الشرف ومكافحة الجريمة 50% منهم في عز الأزمة الأمنية. بالمناسبة نشكر الراعي الأول من المسؤولين المنحدرين من جيش التحرير الوطني الذين عبدوا لنا الطريق الصحيح لخدمة الوطن والمواطن. فليس عزيزا على هؤلاء أن تسخر لهم المديرية العامة للأمن الوطني من أسباب التكفل الطبي النفسي الاجتماعي الترفيهي والرياضي لاحتواء تراكمات ومتاعب عمل ميداني ضبطي ردعي وقائي واتصالي أجزيت عليه تتويجات رياضية مشرفة لفرق الأمن الوطني في مختلف الأصناف وقد كان مشتلة أنجبت خيرة الرياضيين. أحمد بلقدروسي مهاجم مولودية وهران في السبعينات وحميد صالح الشرطي اللاعب الذي تقمص ألوان الكحلة والبيضة في الستينات والسبعينات عنوان الانضباط الذي تطعم به في مدرسة الشرطة حيث لم يتحصل قط على بطاقة صفراء طيلة مشواره الكروي. أنا كنت ضحيت روحي خاطر فوتبول اي لابوليس ما دخلنا ديريكتومون دخلونا مع لي كنا ديجوار كما الالماس كان جوار كالم كان جوار عاشور كان جوار كاع بوليسيه كاع. تقدمت في 1968 مستغادات الاستقلال عرض علينا الراحل الله يرحمه المدير العام السابق الهادي خديري رحمه الله هو اللي عرض علينا باه ندخلوا في الشرطه. كي نهضروا على الشرطه انا على بالنا باللي داير مجهود فوق المجهود الحق يعني حمايه المواطن في اي بلاصه. البحث والتدخل بريغاد دو ريشيرش اي دانترفونسيون بيغي من كبريات الفرق التي تأسست سنة 2003 لدحر الجريمة الكبرى والمنظمة بروية وحنكة التحليل التحري الترصد والضبط كآخر مرحلة مهيكلة على مستوى أمن الولايات. تعد البيري عصبا مهما في مجال الشرطة القضائية حيث توكل لها مهام تفكيك شبكات الإجرام المنظم على ركيزة بواسل تشترط فيهم ثنائية اللياقة البدنية والحضور الذهني ورزنامة متقلة بمتطلبات العمل الميداني والتأهيل الرياضي الدائم.
هي فرقة تنقسم إلى قسمين، الفرقة خاصة بالبحث والتحري في جرائم كبرى بشتى أنواعها، وكذا فصيلة التدخل التي تقوم بتدعيم المصالح النشطة في التدخلات تاعها، يعني في المواكبة أو التدخلات في محاربة يعني الجريمة الكبرى. من خلال هذه العملية لاحظنا استحسان المواطنين من خلال تأمينهم، وكذا مراقبة جميع الأشخاص المشبوهين، وهذا يدخل في دائما في إطار المهام المنوطة بالفرقة. نفسها مليحة لهنايا، صورتي الطريقة شوية ناقصة لأن الضوء عفايش لازم مقطوعة شوية، لازم إجراءات دولة إن شاء الله غير خير. ديفوندي على روحك بهذا الموز كيما هذا، ديفوندو عليه بالناس. شكون اللي سرقك انا؟ ها؟ ديفوندي على روحي الشاف. معليش، نحولوا المصلحه نديروا مع الاجراءات. كان ماشي الشرطه في لاجونس هذا تكون بزاف لي زاغريسيون، ومام من الكوتي تاع لا حاجه فورما يعني، وعلى الدور الاز ماشي الاز. وكان بك الشرطه تاكلوا مع بعضنا. انا حاجه مدام. نزيد لك حاجه برك. حنا ليكا. كما نخدمو والله في الكوميرس لو كان ماشي الشرطه في اللي فوضى تما غير اللي يجي حط الطوموبيل تاعو طوطوار كي يجي الشرطه تسقم الحاله ما انا وغدو وانا خاطين باش يجي الشرطه انا نقول واش كاين كل شخص عنده المنظور الخاص به وانا حاليا الحمد لله ما لقيتش تقصير من الشرطه حقا فعلا اوناتمو ما لقيتش تقصير او مازلت ما تعرضتلوش لو اني حنتعرض له يوم من الايام نتمنى انه يتم اصلاح هذا المشكل او هذا العطل لكن حاليا وبوغ لانستون الحمد لله يا ربي ما لقيت حتى عطل بيان سور لا سيكوريتي سورتو هكذا بلايص وين يكونوا وين حاجه بلايص يعني عموميه لازم تكون فيها سيكوريتي باش انسان يريح ويريحوا الاز يكون مطمنين يعني Go!
المظاهر خداعة، ليزابارون سون ترومبوز، فيكفي أن تتأنق في لباسك، تضع نظارات وتحمي الحقيبة بيدك لتأكل عقل السدج ممن تضيق بهم الدنيا ومشاكل الحياة وترسم لهم الجنة الموعودة مقابل أموال طائلة. هي ليست رواية من وحي الخيال، لكنها قصة واقعية نسج خيوطها منتحل شخصية إطار سامي ورجل أعمال للنصب والابتزاز، وفكت طلاسمها فرقة البحث والتدخل. لهنا مالك علاش؟ صح، قولي واش تخدم انت؟ انا كنت نخدم عند مع خويا في حاله، عنده شركه صغيره كنخدم فيها مع خويا. طوموبيل واش عندك؟ ما عنديش سياره. ما عنديش. ما عندك سياره؟ ما عنديش. راك متاكد بلي ما عندك سياره؟ وهاد السياره تاع عندنا كنوريك السياره تعرفها؟ حنا عندنا اكثر من 15 يوم وحنا نتبعوها، ملي تنوض صباح وانا عايشين معاك، وين تمشي وين تدور وين تروح، شنو صحابك الطوموبيل اللي تركب فيها، لي بيرو اللي تروح ليهم. هذا شكون هذا؟ هذا في اليسار تاعك. ومن بدايات الإنكار المألوفة للتملص من الجرم المشهود إلى الاعتراف تحت طائلة المواجهة بالأدلة والندم حين لا ينفع الندم. أنا كنت مع جماعة، واحد من صحابي عرفني به، قال لهم هذا ولد إطار عليا أنايا، طلب مني باش نفري له شغل، باش نفري له واحد شغل تما كومسي أنا ولد إطار نفري له شغل. أنا بروميت له، قلت له إيه، يعني ما قدرتش نكذب صاحبي اللي كان معايا، ما حبيتش نكذبو في هذيك الدقيقة. بعد ما استعرف صح هذايا فارسالي في الآخر، فارسالي اليوم هي قضية جاءت بناء على معلومة وردت إلى المصالحين، مفادها وجود شخص ينتحل صفة إطار سامي. هذا الشخص يبلغ من العمر حوالي من 25 إلى 30 سنة، يوهم ضحاياه بتحقيق رغباتهم من خلال إتاحة فرص عمل، منح سكنات، وحتى تحقيق مشاريع مقاولاتية لهم. هذا الشخص يستغل في تنقلاته سيارة مبالغ مالية، طبعا بطبيعة الحال مقابل مبالغ مالية خالية تصف في حسابه. هذا الشخص ولتحقيق هذا المبتغى يوفر جو للإطاحة بضحايا. هذا الجو يتمثل في استغلال مركبة ولا سيارة سياحية من الطراز العالي، تشبه كثيرا السيارات المستعملة من طرف السلطات الرسمية. هي فرصة نوجه من خلالها رسالة للمواطن أنه لا حتى لا يقع ضحية لمثل هذه التصرفات اللا قانونية. مجاراة لتطور الجريمة التي غيرت قناعها في ظل المد التكنولوجي من جريمة تقليدية إلى جريمة مستحدثة افتراضية، اتخذت من الوسائط التكنولوجية وبخاصة فيسبوك مسرحاً لنشاطاتها الإجرامية واقتناص ضحاياها. كيفت المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2004 أنظمتها وآليات مجابهة هذا النوع من الإجرام بالاستثمار في العنصر البشري المؤهل والمتخصص والاقتراف من أحدث التكنولوجيات وأدوات الاستغلال والتحليل.
المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بفروعها على مستوى أمن الولايات وبسرية البحث والتحري التي لا تتيح البوح وكشف مستور تفاصيل تقنية دقيقة ومحكمة للإيقاع بمحترفي الإجرام على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير، الابتزاز، التهديد والاستعطاف والاستجداء حينما يغدو المرض لدى البعض ورقة مربحة لجمع الأموال. انا كاين مره بعث لي فيسبوك، بعث لي انفيتاسيون، شفت بروفيل ما حبيتش ناكسبتي. من بعد مده قصيره بعث لي ميساج بريفي، بعث لي ميساج اكسبتي. بديت نحكي معها، قالت لي بلي انا جوزه كبيره مريضه بالكونسير، وقالها طبيب بلي ما بقالكش بزاف، ميم با شهر شهرين باش تموت. وراجلها كان رجل اعمال كبير، خلى لها ورث اموال وهي ما عندهاش دراري، وهذيك الاموال حبت تبرع بهم لدار الايتام. قالت لي انا حبيت نتبرع قبل ما نموت، تما حبت تبعث لي دراهم نتبرع بهم انا هنا لدار الايتام، بالمقابل انا نخلص على الدراهم هذوك باش نقدر نخرجهم. تما هي كي تبعتهم لي انا نخلص عليهم مبلغ من المال. بوم من الاول قالت لي نعطيك نيميرو سي سي بي وتبعت لي فيه الاموال باش نقدر نديبلوكي الاموال اللي حتبعتهم لي. ومن بعد قالت لي لا قالت لي باش نربحوا الوقت، عندي انا الوكيل، عندها هي الوكيل تاعها هنا في الجزائر، انا نمدلو المبلغ شخصيا وهو راح يستكلف ويديبلوكي الاموال هذوك وانا نصدقهم لدار الايتام. لا 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 يا اخي، ما دي حتى حاجه، وانا مانيش مريضه وما درتش اعانات من عند الناس ولا. بصح حنا هذه المعلومه التقنيه ثبتت بلي انه هذا الحساب تاعك يعني تستعملي فيه شخصيا. بلكاش واحد بيراطاه لي ودا المعلومات تاعي ويعرفني، بالك هو اللي اتصل بالناس وعطى لهم. شوفوا انا كاين انسان واحد اللي دايره فيه كونفيونس وعطيت له يعني الفيسبوك نتاعي والموت باس، بصح ما نشكش بلي هو اللي قام بهذا العمل. يعني ما يقدرش بعدا يدير عفسه كيما هذه وانا ما على باليش. هي انا تقول بلي انت هي حصلت كلش فيك، انت هو اللي خليت تتكلم مع الناس في الفيسبوك، تهضر معاهم تقول لهم بلي نعطيكم اموال و... ايوا ما داك اللي قلت لكم، دوك نحكي لكم انا الفيرسيون الصحيحه. تفضل احكي. هي كي تقول انسان تحب المال وتحب دراهم وتحب طماعة، كان دايرت لابريسيون كشغل دير دراهم دير دا جيبو دراهم منها، وانا انسان شهار ما عنديش. هاي يوم بعد قلت لي عندي ايدين تخدموها، وانا ما نعرفش الفيسبوك هذا والانترنت. هي قلت لي عندي ايدين نعود نحكي مع الناس في الفيسبوك، ندير روحي مريضة نطلب منهم دراهم زعما نبعتهم لكم الخارج، وانا رولتي كان غير نستلم الاموال برك نعم ضحايا اللي هي تجيبها من الانترنت. هي تقول بلي انت اللي كنت تستعمل الحساب فيسبوك تاعها ماشي هي. لا ما عندها، ما نعرفش الفيسبوك انا، هي اللي تعرف كلش. هي كانت عطيتني دور غير نجيب دراهم برك. احنا عندنا معلومات استغفر الله بلي الاتصالات اللي من عند الضحيه كانت معاك انت، كان مع شريكك اللي بعتيه باش يستلم الاموال، وكاين الاتصالات بينك وبين شريكك هذا اللي راه عند الضحيه واستلم مبلغ 120 مليون.
انا وليت خالتي هذا كان فيونسي تاعي وزعما كنا معولين زعما نتزوجوا، ما كانش عندنا دراهم. الوغ هو حتم عليا باش نولي ندير هاد الامورات، باش نولي نقول للناس بلي راني مريضه وعندي مرض سرطان وش راح نحكي لك. هذه هي دو توت فاصون هو اللي عطاني النيميرو تاع هذا السيد وقال لي كونتاكتيه وعيطي له في الفايبر وبعثي له تصاورك زعما راكي في السبيطار باش تقنعيه، باش تقنعيه باللي راكي صح مريضه. ومن بعد فهميه باللي زعما هي زكاة النفس. يعني في هذه القضيه جسدنا عينه لقضيه النصب عبر شبكه الانترنت، وين المشتكى منه يستغل العاطفه تاع الشاكي اللي عن طريق يقول له باللي عندي مرض وعندي يعني اسباب اللي وين يستعطفوا وين يقدم له اموال. الرساله اللي نوجهها انه المواطن ياخذ الحيطه والحذر في التعامل في وسائل التواصل الاجتماعي من الفيسبوك وانستغرام. عينت قضيتين تختلفان في الزمان والمكان وتلتقيان في نوع الجريمة، الابتزاز عبر فيسبوك، ولا تترجمان بإنصاف حجم المجهودات المبذولة من طرف مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية لفك ألغاز عديد القضايا وإغاثة مواطن عادة ما يتردد في إيداع الشكوى خوفا من الفضيحة بأخلاقيات السرية والكتمان. شحال هاد الطوموبيل راه و اتونسيو قولي له يروح يخبر لي سيرفيس دو سيكوريتي داكور. سمح لنا الشافي اللي عاونتوني نحكي لكم الصح. عجبنا احنا تعاوني معنا برك احنا نعاونوك. انا هذه ماشي الفكره تاعي، الفكره تاع واحد هو اللي قال لك تواصلي معاه في فيسبوك وهديه باش ندولو دراهم. باش ندولو دراهم؟ ايه. واش كنت راح نعطي لك باش راح تسيبريمو لي فيديو تاعو كاع؟ تاو 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 بالي والو شاف. انا كنت قاعد جو الامن ريتوني ما على باليش كاله ديسكوسيو تاع كاع معناها اها الفكره تاعك اها ديجا خاصني مره اللي نحملها عندك في هذه الفيديو اها مره اللي الفيديو اللي تخصو هذاك عمر اللي كنت تعرفه ما تعرفوش اها كنت حبيت تديرو 200 مليون بس يا هذه جبتوها جبناها هي اللي جبناتك انا عمر هذا نعرفه وعلى بالي بلي عنده بوكوتيكي كان شكاره ياك يا خويا وانا ما لحقتلوش ما لحقتلوش خدمت له باسيا هذه باش نديلو خطره صارحني صارحك يعني لو كان جا وعطاك 200 مليون دوكا كنت راح تعطي له لي فيديو لي فوتو لا كوبي اللي عندك لا تخلي لي كوبي سكور تاع
تهدد بهم خوك؟ هي باين بلي نخليها عندي. علاش؟ نخليها سكور كيما قلتي انت قلتيها، هذا سكور هذا سكور هذا سكور، كي نطيح انا محتاج نزيد نعاود نولي ليه، نعاود نولي ليه، نعاود نقول له اعطيه لي دراهم. و تسمع لا ماجوريتي اللي يخدموا هذه الخدمه هكذا بيان شور يخلوا باش يهدوا باش يعدي يدي منه دراهم بيان شور دي فوا حتى دو تروا كوبي. وهو شفتو خايف شويه؟ خاف السيد مزوج. مزوج عنده نسابه العائله تاعو الدراري تاعو كبار. في اطار مكافحه الجرائم المعلوماتيه عندنا جانبين، الجانب الردعي والجانب الوقائي. الجانب الوقائي يتمثل في الحملات التحسيسيه على مستوى الابتدائيات والمتوسطات والثانويات والجامعات، حسوا التلاميذ والطلبه من مغبه استعمال سيء الانترنت وما ينجر عنه من عده جرائم، سواء يكونوا هما الضحايا او يكونوا هما اللي هما يكونوا طرف في استعمال هذه الجرائم. واما الطريقه الردعيه تاع هذه الجرائم تكون بتحديد هويه المرتكبي الجرائم هذه وتقديمه امام العداله. ومع تزايد حجم التهديدات السيبرانية لمحاولة زعزعة الأمن القومي، تضرب المصالح المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتنسيق العمليات مع مصالح الشرطة القضائية الشبكات التي تحترف التحريض والتضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيد من حديد لحماية الأشخاص الشبكات والبرامج من الهجمات الإلكترونية، حيث تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال الأشهر الأخيرة من توجيه ضربات موجعة للشبكات الإجرامية التي تنشط بالفضاء السيبراني ضمن التنظيم الإرهابي رشاد باسم سيلت بويرا سطيف والعاصمة. كانت الأفكار دائما خبيثة تجاه هو إرهاب التحريض على القتل، هو إرهاب، هذا إرهاب يا خويا، أرواح هضر في البلاد. طلع الدولة الجزائرية تشوف تاخذ بعين الاعتبار باللي شغل احنا كنا الناس ما كانوا يطبعونا على راسنا، مش ما كناش نديروا عفايس على علم احنا زعما قارين عارفوهم باللي هذه صح ما تخدم صالح البلاد. اوقات ما نقدرش نخرج فطور يعني هذا كيبقى فيسبوك، كنا ماشي نخدم، هذا ماشي عمل، هذا تقريبا كان مشاغبة وندمنا منه، ندمنا كنا في الدومين تاع فيسبوك. انا نقدر نقول هذا فاروق شخص خبيث، هذه الاولى. زامير امير اكس زد نعرفوه، كاين حتى حساب اخر يشبه له زامير امير اكس ايغريك. بيون بيون وحده هضر، حتى هضر حتى المح قال له قول عيط لدعسوقه، يعيطوا لي دعسوقه انا. قال ولا غير حبيت نعاونها، قال نبعث لك 5 ملايين. مني زوج خدمات، الخدمه الاولى قالت لي اذا تقدر تدخل لهذا الكونت تاع سالم بي زد، والخدمة الثانية كانت عندها صفحة على الفيسبوك، ماشي حساب، صفحة كانت محظورة عن طريق جوجل حضروها لها، رجعتها لها. بور دلارجون بو تو فير، لو كان لقيت انا امير يقول لك شكون يدير 4 ليرات في النهار نعطي له طون نديرهم. وكعادتها وفيما يستعجل البعض الخلود إلى الراحة مع مقدم صيف خاص أحوج ما نكون فيه للترويح عن نفوس ضاقت بما أملاه عليها الوباء من قيود الحركة والتنقل، يظل صاحب البزة الزرقاء مستنفرا كعادته لتأمين المواطن والممتلكات واحترام التدابير الوقائية في سياق مخطط أمني سخر له 100,000 شرطي و73 مركز شرطة عبر 14 ولاية ساحلية. بداية ينقضي عمر تحقيق اليوم الذي حاولنا من خلاله أن نقارب بين تاريخ إرث الشرطة المشرف، حاضر الإنجازات ومستقبل الاستشرافات من خلال ملامسة بعض الوقفات والمحطات لأوفياء القسم في أداء رسالتهم الأمنية، والذين نجزيهم بلسان الحال والمقال في ثلاثية أعياد الجزائر، عيد الاستقلال، عيد الشباب وعيد الشرطة. شكرا وتقديرا. وإذا كانت مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة فقد خططها بثبات شرطة صون الذاكرة واستكمال المسيرة
ب59 خطوة. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني وأؤدي واجبي بالأمانة والصدق، ملتزما بالسر المهني، حريصا على سيادة القانون، جادا في المحافظة على أمن البلاد، والله على ما أقول شهيد. شعارنا اليقظة، الوفاء، الصرامة.